ارحب بالسيد عبد القادر. مساء الخير واهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك في قناه الاهلي. مساء الخير استاذ احمد سمير، تحياتنا اليك والى كل من هو موجود في الاستوديو. ما هو سؤالك؟ خليني ابدا معاك بمباراه الجمعه. بدايه يهمني اعرف منك طبعا استعدادات فريق شباب لوزداد لمواجهه الاهلي هنا في القاهرة أو في ملعب برج العرب تحديدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات. المباراة أولا تجري بإسكندرية ومش في القاهرة حسب الرسالة التي وصلتنا من الكاف. فيما يخص المباراة، شوف، الملاحظة الأولى هي أن في الشامبيونز ليج، يعني خلافا وبالمقارنة مع السنوات الماضية، أصبحت كل الفرق الإفريقية اللي تشارك كلها عندها مستوى وكلها عندها حضور. إذا فيما يخص مباراة الغد بالنسبة للأهلي والشباب، الأهلي فريق كبير معروف عنده تاريخ، لكن صراحة في المباراة اللي شفتها أنا أمس ما ظهرش ب يعني مستوى كبير فريق الأهلي. هذه وجهة نظري، وإحنا في مباراتنا كمان يعني خسرنا المباراة في الدقيقة الأخيرة. أنا هاجي لمواجهة شباب لوزداد وميدياما إذا سمحت لي، بس نقول أن شباب لوزداد يعني ضيع بعض الفرص، لكن ما نقول كذلك أنه طيب. قدم مباراة كبيرة. قبل ما أتكلم على نتائج الفرقتين إذا سمحت لي، يهمني أعرف يعني حساباتكم بالنسبة لمباراة أو لمواجهة الأهلي هنا في مصر. أعتقد أن حسابات المجموعة بعد النتائج الجولة الثانية أصبحت معقدة إلى حد كبير. خسارة شباب لوزداد مباراة الجمعة القادمة هتصعب بشكل كبير جدا من فرصه ومن حظوظه، وبناء عليه من وجهة نظرك طبعا تقديراتك لأهداف شباب لوزداد من مواجهة الأهلي يوم الجمعة اللي جاية. شباب لوزداد يتنقل لمصر من أجل الفوز صراحة، يعني أنا أقول لك كيف يفكر الآن فريقنا، معنوياته مرتفعة جدا، هو يفكر في الفوز، لكن التعادل بيناسبنا احنا، لانه ليش؟ التعادل معناها اربع نقاط. فاذا كان فريقي حب يتاهل للدور الثاني على الاقل يحقق تسع نقاط. احنا نقول ان ربما بامكاننا نفوز على ملعبنا، بامكان المباريات، وحتى في مباراه العوده يعني امام الفريق يونغ افريقيا المنظم ان المباراه راح تكون صعبه، يعني فريقنا عنده امكانات، مثل ما تحدثت مع العديد من القنوات، فريقنا عنده امكانات وعنده لاعبين عندهم تجربه تتجاوز اعمارهم 30 سنه، لعبوا في المنتخب ولعبوا خارج الوطن، اذا عندهم تجربه، عندنا حارس ممتاز، عندنا دفاع ممتاز، عندنا في الهجوم ثلاثه مهاجمين ممتازين، وبالتالي نقول انه تبقى حضورنا قائمه في هذه المباراه. ولو ان الاهلي يبقى فريق كبير ومحترم، لكن اقول لك بصراحه ان فريقنا جاي بمعنويات مرتفعه، جاي على اساس ان ابسط شيء انه يعمل تعادل، يعني هو يفكر انه راح يفوز في مصر. هو هذه هي معنويات الفريق والمدرب ومسيري الفريق، يقول لازم بعد الخساره 2-1 في المباراه الماضيه، يقول ان فريقنا عنده استعداد وعنده امكانات باش يحقق نتيجه ايجابيه، يعني ليش لا؟ طيب، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن. طبعا الاهلي ما قدم اذا سمحت لي، يعني خلينا النواحي الفنيه دي بالمباراه، وبالتالي يعني في مثل هذه المباريات لا يمكن ان نحدد ونقول يعني أكيد طبعا بس الدوافع يعني مفيش فريق بيلعب كرة يا سيد عبد القادر ما عندوش الرغبة في تحقيق الفوز سواء على ملعبه أو خارج ملعبه، لكن وأنا هأجل بس إن الناحية الفنية قياسا على المباراتين اللي خاضهم فريق شباب لوزداد، الأولى كانت على أرضه أمام يانج أفريكانز، والحقيقة يمكن رغم خسارة يانج أفريكانز لأنه قدم مستوى ومردود طيب جدا وكان في أوقات كتير جدا بيمثل خطورة على شباب لوزداد، أو مباراته الثانية اللي خسرها أمام ميدياما حديث العهد بالبطولة. لكن بداية خليني أعرف منك، هل عندكم أي مواجهات على المستوى المحلي قبل مباراة الجمعة القادمة؟ لا، ما فيش. احنا المباريات توقفت، ما لعبنا حتى مباراه، ما لعبناش يعني منذ ان فزنا ب 3-0 ما لعبنا مباراه.
منتظر تيجي يعني مباريات الدوري، الدوري بالنسبه لفريقنا اللي شارك في هذه البطوله ما 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 ماخذ اي مباراه في اطار الدوري. بالنسبه لقائمه يعني الفريق هل هتشهد اي غيابات؟ يعني فريق جهز نفسه للمباراه والمباراه الافريقيه، يعني المجال مفتوح امام فريق تحضير جيد. بالنسبه لقائمه الفريق اللي هتوصل لمصر ان شاء الله هتشرفونا هنا، رحله الفريق بدايتها هتكون امتى؟ وهل في اي غيابات في صفوف فريق شباب لوزاد نتيجه لا قدر الله اصابات او نتيجه ايقاف؟ بالنسبه للايقاف ما في، يعني في عده انذارات بالنسبه للاعبين، لكن ايقاف ما عندنا ايقاف. الفريق على كل في مجموعه كبيره من اللاعبين، كداب المدافع الذي خرج الطبيب لم يقرر بعد، لانه لازم يكون في اجتماع بين المدرب او الطاقم الفني والمدرب حتى يقررون اذا كان يعود في المباراه، لانه خرج في المباراه اللي هو كداب قائد الفريق قلب الدفاع. بالنسبه للمجموعه هي نفس المجموعه راح تتنقل، ولكن من سيلعب، من هو الاساسي ومن يلعب في دكه الاحتياط، هذا المدرب هو اللي قرر. لحد الان راح المدرب بكره راح يعطينا القائمه تاع كل الفريق، لكن من راح يلعب او من يغيب هذا صراحه والله ما عندي فكره. طيب ازاي بتشوف شكل المنافسه في المجموعه سيد عبد القادر؟ يعني يمكن ميديام لغايه دلوقتي الحقيقه يمكن يكون هو الحصان الاسود داخل المجموعه الرابعه، ازاي بتشوف المنافسه؟ ازاي بتشوف مين الفرقتين اللي حظوظهم او فرصهم اكبر في التاهل عن المجموعه دي من دوري الابطال؟ والله انا سبقت وقلت لك انه صراحه الان في هذه البطوله يعني كل فريق شفنا الوداد كيف خسر، شفنا كيف سان داونز خسر، يعني كل شيء ممكن، يعني حظوظ كل فريق وارده، لا يمكن ان نقول ان فريق ضعيف او كذا، يعني كل شيء ممكن. انا في البدايه تحدثت مع قنوات من التلفزيون المصري عن ما تحددت المجموعات، قلت ان الاهلي سيكون من المرشحين ل يعني الوصول الى الدور الثاني، لكن الان اتضحت الامور ان كل شيء صعب. يعني اذا ممكن اذا كان فاز بكره الاهلي حظوظه تكون كبيره جدا، اكيد ان حظوظه يعني يصبح عنده الفريق يصبح عنده 7 نقاط، فحظوظه تكون كبيره، لان المباراه القادمه راح يلعبها مع يوبوز على ملعبه، يعني 7+3 7 ب10 نقاط اكيد يتاهل. ولكن كل شيء يتوقف على مباراه الغد. اذا كان الاهلي تعثر فتبقى يعني حظوظ كل الفرق اللي بالمجموعه حظوظ قائمه، كل شيء ممكن. هل في تنظيم لرحلات من نظري يعني بتجربتي؟ هل تتوقع حضور جماهيري من نقول ان كل شيء ممكن في كره القدم، واصبحت الفرق التي تشارك في الشامبيونز ليج لها مستوى ولها حظوظ ولها فكره الان على البطوله، يعني تلعب بدون خوف عندما تلعب مع فرق كبيره معروفه عندها تجربه في الميدان وتجربه في هذه البطوله، تلعب معها بدون عقده وبدون خوف اكيد طبعا. هذا هو ممكن، اذا كل شيء ممكن، يعني صراحه كل شيء ممكن. بالذات في كره القدم كل شيء وارد، لكن يمكن عشان احنا يعني كجماهير حتى مش بس كلاعبين او كجهاز فني بقى عندنا خبرات، مرحله دور المجموعات دايما مختلفه عن المراحل الاقصائيه، ويمكن كل الفرق الكبيره بيبان مستواها الحقيقي في المواقف الصعبه او في الادوار الاقصائيه لما بيبقاش اي فيها اي فرصه للتعويض. خليني اسالك، هل في رحلات هيتم تنظيمها لجماهير شباب لوزداد للحضور لمباراه الاهلي والشباب يوم الجمعه؟ اي نعم، في حضور في جمهور يتنقل. نعم اهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني. جمهور يتنقل، ولا حبيت اذكرك في شيء، تذكرنا العام الماضي الاهلي مثلا كاد يخفق في دور المجموعات، صح ولا لا؟ مظبوط. والتاهل يعني ما كان بسهوله العام الماضي أكيد. بالنسبه للاهلي في دور المجموعات. الو. ورغم كده ورغم البدايه المتعثره ورغم ورغم كده عاد بقوه في الدوره الثانيه، يعني هذه كره القدم فيها لكن اقول بصراحه يعني فريقنا وصل 4 مرات للدور الربع نهائي على التوالي، لم يتخطى دور الربع نهائي. الهدف الان الجول بتاعنا صار
الوصول على الاقل للدور النصف النهائي، لكن في كرة القدم هناك نقطة استفهام، كل شيء موارد وكل شيء ممكن. ولذا أنا أشير من قبل إن شاء الله نتمنى أن تفوز المباراة بروح رياضية، نتمنى أن الفريق الأقوى الفريق اللي يفوز لازم نعترف له ولازم نحييه. هذه أنا أمنيتي وأمنية كل الناس العاقلين والناس اللي تفكر تفكير جيد، لأن كرة القدم لازم تكون هي بالعكس صداقة ومودة طبعا طبعا مش أكيد مش أكيد. كرة القدم نريد طبعا. أن ننسى كل الأمور اللي هي مش كويسة صراحة صحيح. احنا لو يفوز الأهلي صراحة احنا والله نتمنى له كل الخير. هذه هي يعني كرة القدم، احنا ما نحب نوصل لهذه الأمور اللي هي تفسد يعني العلاقات وهذه الأمور، احنا ما نحبها. احنا نلعب مع فريق كبير واحنا كذلك عندنا فريق كبير، وش نتمنى؟ نتمنى ان المباراه تفوزها روح رياضيه. بطبيعه الحال المشجع يحب فريقه يفوز، كل واحد، وانا انا شخصيا نتمنى ان شباب الوزداد هو اللي يفوز، لكن اذا كان الاهلي اقوى مني فاعترف له وارفع له القبعه واقول له شكرا بارك الله فيك. في النهايه سيد عبد القادر هي مباراه بين اشقاء، نتمنى انها تكون على مستوى عالي. اشقاء وبعدين هذه كره قدم طبع. مش طبع. مش طبع. حرب يعني كره قدم، يعني احنا نتمنى كل الخير طبعا صراحه والله الواحد يتمنى الخير. احنا اشقاء واخوه وكفانا هذه المشاكل طبعا هذه. طبعا ده شيء ما فيش شك. انا شخصيا والله ما نحب الامور هذه. انا احييك على ده واكد على كلامك، هو اللي يفوز واكد على كلامك. الرياضه عموما مش بس كره القدم، هي وسيله من وسائل التواصل والمنافسه الشريفه بعيدا عن كل انواع التعصب او الكراهيه. والله صحيح. صراحه هذا ما نتمناه صحيح. كنا نحكي، انا اليوم كنت نقرا في مقال هنا في 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 الجزائر، مقال عجبني كثير، يعني مقال وين صحفي يتكلم عن العلاقات الطيبه وكذا، يعني مباراه كره قدم لا اكثر، والفعل معناها هو الاقوى. صحفي بعض الاحيان فيها حظوظ لكن مش دائما، الحظوظ تيجي مره في الالف، لكن عندما يفوز عليك فريق بالاداء وبالاهداف ينبغي ان تعترف له انه اقوى منك. نتمنى وصولكم بالسلامه، تشرفونا هنا في بلدكم الثاني في القاهره، مش عارف رحلتكم هتكون على برج العرب وعلى اسكندريه مباشره ولا هيكون في محطه في القاهره. نتمنى لكم سلامه الوصول ونتمنى لكم طبعا التوفيق في مشواركم، وانا شخصيا اتمنى تاهل الاهلي وشباب بلوزداد عن المجموعه الرابعه في البطوله. وكل التحيه لماركوس باكيتا بقى اللي هتكلم عليه طبعا مع ضيوفي نادر وسعيد دلوقتي. بشكرك سيد عبد القادر طبعا شنيوني مدير الاعلام في نادي شباب بلوزداد، ونتمنى لكم ان شاء الله باذن الله اقامه سعيده في بلدكم الثانيه مصر. طيب